يعني كابتن محمد يوسف مره واحده ومعانا على التليفون كمان. ازيك يا نجم النجوم؟ يا كابتن اسلام يا جميل، وحشني. وحشني يا كابتن محمد، النجم الكبير طبعا، نائب المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم كابتن محمد يوسف، ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. ازيك يا كابتننا؟ حبيبي كابتن اسلام، حبيبي، انا سعيد ان انا اكون طبعا في بيتي الثاني طبعا قناه الاهلي، وفي نفس الوقت كمان يعني مع الكابتن اسلام الشاطر حبيبي. يا كابتن انت اخونا المحترم يعني. ربنا يبارك فيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله تمام. طب يا كابتن تمام. الحمد لله. اولا لعبت مباريات كثيره مثل هذه المباراه، شايف مباراه الاهلي والترجي، والنهارده يعني بعد قليل ان شاء الله تصل بعثه النادي الاهلي الى تونس وتبدا بقى الاستعدادات الحقيقيه لمواجهه نادي الترجي. والله ده حقيقي، المباراه مهمه جدا، مش عايز اقول نهائي افريقيا، لكن هي مهمه لان بتلعب قدام يعني منافس فاز بالبطوله قبل كده اكتر من مره، وعنده تمرس كبير، او يعني عنده خبرات كبيره، حتى لو السكواد متغير بشكل كبير، لكن يعني عندك يعني خبرات البطوله زي ما بنقول، هم عندهم خبرات البطوله. المباراه صعبه على الفريقين سواء في رادس او في القاهره، ودي بتتطلب طبعا هدوء، وبتتطلب تركيز عالي جدا، وبتتطلب يعني ان انت تبقى مركز قوي في التفاصيل، سواء كولر او المجموعه اللعيبه اللي مسافره، وعدم الاعتماد برضو على المباراه الاولى بشكل كبير. أيوة. يعني لازم تاخد المباراتين. انا من المدرسه دي يا كابتن يوسف، يعني انا من مدرسه عدم الاعتماد على النتيجة المباراة الأولى مهما كانت، سواء إيجابا أو طبعًا. سلبا. لا طبعًا. أصل في مدارس تانية، يعني مدارس أخرى اليومين ثلاثة اللي فاتوا كنت بسمع وبشوف معايا، كانوا بيتكلموا على أنه المباراة الأولى أهم كتير من أي من المباراة الثانية. لا، المباراتين يا كابتن إسلام مهمين جدا وعلى نفس الدرجة، لأن أنت بتتكلم في 180 دقيقة. ال 180 دقيقة دول عايز أقول أن هم ظروفهم مختلفة، هتلعب بره ملعبك في رادس، فهتلعب بشكل معين، لازم كولر يقسم الأوقات بتاعة المباراتين عشان تقدر تطلع في نهاية المباراة الثانية اللي في القاهرة بالكاس. ومن هنا أنا بقول إن التركيز لازم يعني يبقى موجود على مدار ال 180 دقيقة. ايضا كمان فصل اللاعبين خالص عن الاجواء، لان انا عارف الاجواء في تونس والاجواء في استاد رادس هتبقى عامله ازاي، وما قبل المباراه، يعني انا عارف ان الاهلي عنده تمرينتين، عنده خميس وجمعه. صحيح. فلازم يعني يتم فصل اللاعبين بشكل كبير جدا عن الاحداث وعن اللي ممكن يعني يقابلوه هناك بيه خلال الثلاث ايام اللي هيبقوا موجودين فيهم. يعني كابتن محمد، حضرتك وانت بتتكلم قلت لازم كولر ياخد باله من التفاصيل، لازم اللعيبه تاخد بالها من التفاصيل، يعني ممكن نكون احنا فاهمين التفاصيل، لكن ممكن حضرتك تقول لي ما معنى كلمه التفاصيل؟ لو احنا اتكلمنا طبعا اكيد كولر والجهاز المعاون والمحللين اللي معاه طبعا درسوا فرقه الترجي بشكل مميز جدا، وفي نفس الوقت كمان عارفين الحته النفسيه. الترجي إسلام مش ماشي بشكل كويس في الدوري التونسي، يعني لما نيجي نمسك الدوري التونسي هتلاقي ان الترجي مش في احسن نتائج ليه، وبالتالي ده يعني عايز اقول انه بينعكس على تحليله لفرقه الترجي خلاص، رغم ان هو كسب اخر مباراه 3-2 قدام النجم الساحلي، لكن قبليها كان خسران من الملعب التونسي 2-0 وتعادل مع الصفاقسي. يعني تقصد ان ده بيفرق؟ طبعا طبعا. كل التفاصيل دي بتفرق بشكل كبير جدا، لاني انت عندك يعني المباراه النهائيه عموما التفاصيل والحاجات الدقيقه قوي بتفرق بشكل كبير. يعني لازم طبعا يركز قوي مع العناصر المميزه عندهم اللي هو رودريجو ده، الاثنين البرازيليين. رودريجو ده جايب جون في مباراه الصفاقسي، ومن اللعيبه المميزين جدا ومن الهدافين، وعندهم برضو اكثر من لاعب يعني بشكل مميز يعني. طيب